اتصلي بزوجك قولي له إذا خضر يلي قوس على أرهان لبقى يجي على هذا البيت. ستي لما يجي أخي خضر على البيت وقتا منسأله عن السبب، وإذا بدك تقولي له روح قولي. كيف بدك قول لزوجي هيك شي؟ يعني شو بده يكون في سبب لحتى يقوس على شاب 20 من عمره؟ أخي خضر ما رح يعمل هيك شي، ما بقدر اسأل قلب أصلان على التليفون. أمي ليش ما بقى عندك صبر؟ وكتير قلقانة. ميني؟ شو أنتي ما بتعرفي عائلة الطوفان؟ أنا ما بعرف شو الموضوع. المرحوم أبوه لطوفان والمرحوم زوجي أبو خضر كانوا شركاء، وهنن كمان كتير كتار وكتير خطيرين. هالموضوع ما رح يضل القدر أبدا. أمي أخي خضر بيعرف هالشي، بيكون حاسب حساب كل شي. خضر لما بيفقد كل عقله بيعرف شو بيعمل يميني؟ هذا هو قصدي. انتي معك حق يا امي، اذا اخي خضر فقد عقله ما لازم ندخل بالموضوع، برايي ننتظر. على كل مصيبتي دائما هي انه لازم ضل ناطره. امي سمعتي شي عن المجانين؟ ايه امي سمعت. ايه هاتنين وينون؟ تيبي وبهزات قاعدين مع بعض. شو؟ بهزات وهذا تيبي؟ ايه امي. مين قال هالشي؟ ها كان معهم هو اللي قال. بنتي هلا انتي بتوثقي بي اللي اسمه ها كان؟ ايه امي ليش عم تسألي؟ ميني انتي اتصلي بداملة وعطيني التليفون. ليش؟ اعملي يلي قلته. ما في داعي للمحامية أمي. هلأ أكيد رح يكون في داعي. أمي أنتي لو بتقولي شو بدك تعملي؟
وإلا أخي الياس وأخي حشمت وكل شي رح يتخربط وما منقدر نزبط شي. أنا يلي رح أقدر زبط كل شي. شو رح تعملي يا ستي؟ أحسن شي ممكن أعمله. شو هو؟ إنه طالع الشخص يلي قدامي هو المذنب. يلا اتصلي فيها ميني، لا تخليني أحكي مرتين. لما بشرح كل شي لدام لا أنتو بتسمعوا. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan küsüren dünyada. Ah Behzat, هن ضحكوا بوشنا وكله كذب بهزات، كله كذب. أخذت قراري أخي تيبي. وشو هو قرارك؟ رح تقوص أخوك؟ لا يا غالي، ما بقدر أعمل هيك شي، بس يعني لحد هذا اليوم، ليك عم قول لحد هذا اليوم، بشكل أو بآخر هو رباني ووصلني لهالعمر، عطاني اسمه سمعة، بس من بعد هلا أنا ما عاد إلي أي وجود. شو ما عاد إلي أي وجود؟ احكي معي بوضوح، يعني بتقتل حالك شو بتعمل؟ ليش لا أقتل حالي أخي؟ حلوة بحقنا نقتل حالنا؟ لا مو حلوة بحقنا، مو حلوة نقتل حالنا، مو حلوة بحقنا. لهالسبب أنا في عندي فكرة. نورنا. إيه اسمعني منيح، أنت رح تقوصني لإلي تمام، وأنا رح أوصك، بس لشرط نقوص على بعض بمكان يموتنا فورا. ليش؟ لأنه إذا ضل حدا منا عايش وما مات ما منقدر نوضح لحدا أي شيء لهالسبب. ما تواخذني، بس اللي قلته عيب أكتر من إنه نقوص حالنا على فكرة. شوف نحن اتنين خانونا، وكمان نحن اتنين هن انطردونا، شو بدهم يحكوا من ورانا يعني؟ شوف المغدورين، معقول نخليهم يقول ما قدروا يشوفونا مبسوطين فقتلوا حالهم؟ بهزات ما بقوص على أخوك، ما بقوص عليك، على مين بدي أقوص؟ قرر أخي تيبي. ما قلت لك قررت؟ شو هالقرار اللي ما بتقوص فيه على حدا؟ أنا ما قلت إني ما رح أقوص على حدا. هلأ خلينا ننبسط بهالليلة الحلوة، يعني منسرق ليلة أخيرة من الحياة. وبعد هالسهرة أول شي منعمله منروح الصبح ومنقوص على أكتر فريق زعجنا، إما منروح على الطرف الثاني أو على السجن. ما قلت إنه هالدنيا كذابة؟ ما رح يضحك وجه حدا يعني. لا لا أنا ما بدخل على السجن، بس على الموت موافق. أما حالياً ترددي الوحيد هلأ هذا أخوك حشمت، شو رح يصير؟ لك يصير اللي بده يصير أخي، اللي لازم نعمله ما نتطلع لورا بعد هلأ. بعدين شو بدنا مين انبسط ومين زعل؟ إلى رجلي. ليك حكي كله صح يا صديقي، حشمت مانو مهم، بس
إذا متت أنا أختي رح تزعل كتير، وإذا أختي أمينة زعلت على موتي هذا حشمات رح تخليه يعيش تعيس، مو؟ على قليلة مشان هذا الشي. اتفقنا يا صديقي؟ مدام ليلتنا الأخيرة لحتى يطلع الصبح رح نضل عم نشرب. تماما أخي تماما. هكان اللي أخي قلن يخلوا نشأة أو بيتهوفن عم يعزف، نحن هون للصبح. طيب ماشي. ليك طالما قلت نشأة يعزف، هكان خليه يعزف عن قنول. تكرم عينك. تصرف. بكرة راح أتسلق الجبل وراح أجتمع بقنول. لو إنه أوس على خضر كان الوضع أحسن. شو هالحكي ستي؟ عم قول هالشي مشان خضر، لأنه هو السبب بقتل أورهان ابن طوفان. أنا واثقة إنه هلأ عم يلوم حاله وعم ينهار كمان. صحيح قال هالشي، وليش ليكون أبي السبب؟ عمي طوفان هو اللي عمل هالشي فينا وبأورهان. ما بقى تقول له عمي بعد هلأ. هلأ ليش عمل طوفان بيك هيك؟ لا تقولي له بيك كمان. تعرفي ابن أخوه كمال؟ هنن قتلوه كمان. ولما قال لهم لا تقتلوا ابني هو باعنا. ليش ما اجا وقال كل يلي صاير معه لخضر؟ هذا السؤال تماما يا ستي. كم مرة سألت أورهان؟ كم مرة؟ عم تخفي شي؟ لا تخفي، يلا قلي احكي في شي. بالحقيقة قال خضر علي هلأ في شي، بس ما بعرف كيف وهين بدي بلش بالتحديد، وكتير منيح لما بلش بالحديث. وقتها طلبوا أبوه. عندي حبيبي خضر كمان،
أنا رح أقوم وشوف بأي حالة ووضع بيكون هو هلأ. شو صار أمي؟ شو ما كان يلي صار هو قليل. أنا شو بدي أقول لكن يا ابني؟ يلي لازم ينقال. هلأ بهي الحياة أكبر ألم ممكن تعيشه هو ألم فقدان الابن. أنا بعرف وأنت بتعرف كمان، هو ألم مختلف عن غيره، حتى ما بتتمنى لأسوأ أعدائك. صحيح يا أمي صحيح. هلأ لكن قلي، لو إنه هذا الشيء كان بإيدك شو كنت رح تعمل يا خضر؟ إذا أنت كنت قادر تسامحه هو ما رح يسامح حاله أبداً. مليت يا أمي مليت مليت، تعبت من الآلام يلي عم عانيها، من اللي عم سببها كمان. مليت من الخيانات يلي عم شوفها، مليت من الخيانات كتير، ومليت من المسامحة، ومليت من عدم المسامحة. لكن اتركه ابني. آخر مرة تركته أنا خسرت فيها بنتي، إذا تركته مين رح أخسر يا أمي؟ هلأ أنت كبير لدرجة أنك تعيش القدر، بس مو بإيدك إنه تكتب هالقدر أبداً. هنن كيف وضعون؟ سكرانين. سكر عاطفي ولا سكر من الكحول؟ الاثنين. هاك عن يلا روح انت هلأ. لوين بدي روح اختي؟ انا ما فيني اتركهم بهي الحالة. ما رح تتركهم لحالهم، رح نهتم فيهم نطمن. هو قال لي لا تروح لمكان، بس نطلع حنروح عند بياع الشوربة وبعدين بدنا نقوص على حدا. لهذا السبب لازم تروح اختي، رح يعاقبوني على هذا الشيء الصبح. هلأ رح نعمل شيء، هكا انت اضرب وشك بشي تمام، وإذا سأل ليش رحت وليش اختفيت
بتقول انت ضربتني وبعتتني. انتوا الاثنين هون كمان؟ انت مين بلا مؤاخذة؟ الله يسامحك يا بهزات، شو ما عرفتني؟ بهزات، امتى خبرت اصدقائك يجوا لهون؟ هلا اذا زعجناكم منروح؟ استغفر الله يا روحي، اي ازعاجات. تفضلوا عدوا عدوا عدوا، تفضلوا علينا علينا علينا، تفضلوا علينا. اهلا، حلو والله، كانه اجى الحظ مع جيتكم. اخي تيبي قوم. أنا ما بقوم بهزات. تقبر قلبي قوم. الصبح أساساً بدي أبرك، ليش لحد أقوم؟ حبيبي أنت عم تنوح من ساعتين وأنا عم بسمع من شان خاطرك. قوم بقى هلأ من شان خاطري. تمام، قوم بس ما برقص. اي قوم انت وما عليك، بعدين منقرر. قوم اريوا يلا. ايه ايه أخي، أنا بحياتي ما بتركك. تمام تمام تمام. ايه ضيع، الدنيا فاضية. أيوة يلا العب. ايه ايه اه كل باشن جلري أيوة أخي الغالي تيبي وضيوف تيبي. تمام 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 بهزات، تمام. لا تمام ولا غيره، أنا ما بتركك بحياتي، ما رح أتركك. يلا نروس. أيوة يلا. تمام بهزات بهزات، تمام تمام، على مهلك. ايوه لعما نحنا كيف وأي ساعة أجينا على الفندق؟ فقت يا تيبي أغا.
صباح الخير بهزات. شلون بده يكون خير؟ شو عم تعملي هون يا إبرو؟ شلون يعني شو عم أعمل هون؟ هذا المكان بيتي. كيف بيتك؟ إيه بهزات، هذا بيكون بيتي. وشلون أنا موجود هون بالله؟ صباح الخير بهزات، فيقتي بي لحتى ما نتأخر. ممكن حدا يخبرني شو اللي عم بيصير؟ بشو بدنا نخبرك؟ اشرب قهوتك لحتى ما نتأخر عن الجنازة. جنازة؟ نحن قتلنا شي حدا؟ شو صار يا بهزات؟ مين قتلنا؟ كيفكن يا بنات؟ من الواضح انكن اجيتوا لحتى تدافعوا عنا، بس ما عنا شي لحتى تدافعوا عنه. نحن راضين ندخل السجن، مو هيك بهزات؟ في قصة مفشكلة هون يا تيبي، هن عم يقولوا بدنا نروح على الجنازة او هيك شي. شو اللي صار؟ قتلت حشمات؟ الواضح انكم ما عم تتذكروا اي شيء. والله انا ما عم بتذكر شيء. انت عم تتذكر شيء؟ والله انا ما عم اتذكر غير الحلم اللي شفته وبس. انا قتلت قنول وبعدها نمت بهدوء. هاي انا تيبي. أفضل هلا انه تبقوا شوي لحالكم ورح نخبركم باللي صار على الطريق. بالعموم انت درعك معك. Parser parser eğlenmişler dünyayı Bir dikili taştan gayrı önem kaldı Dostluğundan ayrıldı Kestiler Bir akılsız baştan kalbimden kaldı Kaldı Bir akılsız baştan kalbimden Padişah değilim çeksem otursam Saraylar kursam da asker getirsem Hediyem yoktur ki dosta götürsem İki
iki dallar ağaçtan kaydı. Dem kaldı, dem kaldı, dem kaldı. İki damla yaştan kaydı. Sonra etti yine pişman çıktılar. Eski dostlar bize düşman çıktılar. Birkaç tane itten kaydı. Dem kaldı, dem kaldı, dem kaldı. وين كنت يا حيوان؟ أنا هون أخي. شايفك ماني أعمى، عم بسأل عن مبارح. أنا مو ضربتني على وشي وقلعتني؟ شلون يعني؟ ليش؟ بصراحة أخي لأني قلت رح وصلكن وامشي. وشو عملت بعدها؟ بعدها تركتكن ومشيت. نحن ما عنا علم شو اللي صار جواتنا وحوالينا كمان يا رجل. تقصد أرهان مو هيك أخي؟ إيه. البنات قالوا لنا هذا الشيء ونحن جايين لهون. آه عن جد؟ ليش أجيتوا مع هدول البنات؟ بيلفتوا انتباه؟ لحتى نلفت الانتباه. تركك هلأ من هذا العلاك. نحن ضلينا عنده الليلة مبارح؟ وطي لصوتك بزات، لا تفضحنا. هو أنا عم بسأل حالي قديش رح ننفضح لسه أخي تيبي؟ أنا كمان عم أسأل حالي، بس هلأ اللي ما عم أفهمه خضر ليش لسه ما قتل طوفان وخلانا نوقف بهي المقبرة. طبعاً إذا كان الشيء اللي قالته المحاميتين صحيح. أخي تيبي أنا عم أقول لحتى نلاقي تخريجي للوضع اللي وقعنا فيه وكرمال الوضع اللي وقعت فيه الطاولة كمان، تعال نقتل طوفان هون بهي المقبرة وننهي القصة تماما. هذا الشيء الوحيد اللي لازم ينعمل يا بهزات، بس ما منعملها. شو هالحكي هلأ وليش؟ بما أنه في شخص خان فمو من عادتك ترفض تقوس عليه خير؟ لحتى يشوفوه بهزات، لحتى يشوفوه، لحتى يشوفوا الوضع اللي حطونا فيه، لحتى يشوف خضر ولا تشوف أختي ولا حتى يشوف حشمات. الخيانة لازم تنكشف لحتى يشوفوا بالأول وبعدين من أوس. Thank you.
فارقتي، وقت شفتي ابنها رجعت لك ذاكرتك وما تحملتي واجيتي لهون؟ ما حدا عم يحكي معك فيض. يلا بوس ايدها بوس ايدها، رح ننفضح قدام الكل، الكل عم يتطلع. طلع يا ابني، هي هلأ رح تخليني بوس ايدها بلا خجل. شو رأيك اخدها على البيت؟ يعني رح تروح يا احمد، هي شافت عدو مشترك مع خضر وراح تعبي براس مرت طوفان. كان سبب خير لعيلتي مرة تانية يا ست خيرية. المفروض على أولادي يقتلوا يلي مثل أمثالك. لهذا السبب خيرنا ما راح يناسبك يا مليك. أوزلام كيف هالحمل معك؟ بخير شكراً يا ست مليكة. أمور بنتي، مو ملاحظة بأنك الشخص الأكثر حظ بيناتهم كلهم؟ ليش يا ست مليكة؟ لأنه أنتي على الأقل ما رح تعاني من فقدان ألم الإبن، لأنه ما حملتي لهالسبب. عم أقول لا تزعلي على الفاضي. أنا بهنيكي يا أميني، قلت ليمضي شوية وقت على فكرة لأنه بتوقع ألمك كبير، وإلا كنت طلبت إيدك لأخي فياض. بس الواضح حسمتي أمرك وحطيتي عينك على حشمات. اهدي يلا روحي دوري على عزرائيل بمكان تاني. ميني قولي لتيبي وبهزات يجوا لعنا على البيت بعد الجنازة. تمام أمي. بتقلكن أمي إنكن تروحوا على البيت بعد الجنازة. ومين طالبه؟ اتنيناتكن. ليش شو صاير؟ ما بعرف. طيب داملة وإيبرو شو قالوا لأمي خيرية؟ همسوا بإذن أخي، ما سمعت. أنا كمان شفتهم بهزات، كانوا عم يهمسوا بإذن. شو من كان بالنهاية نحنا ما عملنا شي غلط. طالما أنك ما عم تتذكر أي شي كيف بتكون واثق لهي الدرجة؟ ريلاكس يا غالي، على الأغلب ما رح نروح على هداك البيت على الفاضي، كل تأكيد رح ناخد الخبر من جوا.
يعني ليش رح شاهين آغا لجنبه؟ طلب إذن الياس. شو بقله لا تروح؟ يا ريتك قلتها. هذا طلبي، بدي خبره إنه يبعد عن ابني ونحن رح ندعي له. تمام، منيح ما عملت أخي. أختي الله يرحمه ويعطيكم الصبر كله. قال لي شاهين أغا واضح إنه بدك تحكي. اللي رح أقوله يا طوفان إنه أنا بفهم ألمك، بس ما عم بفهم اللي عملته أبدا. لا بتفهم، أنت كمان فقدت ابن. عم قول على أفعالك يا طوفان. صار اللي صار. إذا كنت رح تندم فهالوقت مناسب. قول مين اللي حطك بهذا الوضع، خبره لصديقك خضر. وأنا بحكي معه لخضر مشان ما حدا يتدخل فيك أبدا. مين رح يتدخل فيني شاهين أغا؟ يعني رح خاف من الموت بعد اللي صار؟ من الواضح إنه ما بقى شي تخاف منه أبداً يا طوفان. بس إذا خبرت هدول الرجال يعني بتقدر تعوض هالخيانة هاي. وكيف بينطفي ألمي؟ حلك الوحيد إنه تاخد بطارك وتنتقم لأبنك. تأكد إنه رح تأخذ بتارك مثل ما قلت لك. أنا ابني مات بسبب خضر، أكيد رح أعمل اللازم. ما في شي لحتى أحكي، الواضح إنه أنت ما رح تسمع ولا الضالين. آمين. أنا مو قلت لك يا أغا إني بعرفه لطوفان كتير منيح وما رح يقبل يسمعك. هنن بدهن يغسلوا الميت يا خضر، قلت لأنه آخر مهمة مو أكتر. حياك الله.